أيمن 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 لا تضيعها أيمن أيمن لا تضيعها أيمن توك يلا شفته وين ترى؟ ايمن اخاف منه حجي. هسه هذا الاحتقاد صدق مالي اذا مرات قاعد يصير. ان شاء الله ان شاء الله النيه والعمل النيه والعمل. هلا 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 بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله بسم الله بسم الله. هذا يا محفوظين سلام ما يرضى يتنظف لان صاير رطوبه قويه بالمخلفات مالته فما جاي النخل. وهذا خربان كله خربان يعني راح اكسره. وهذا انشاك بهن فلذلك راح الشاك بهن بالمقدمة ثلاثة ايام ونرجع نفحصهم دول خربانين 100%. هذا الشكل شوف هذا هذا وهاي وهنا اربع رشات. روح. السلام عليكم حي يلا المتابعين نبتدي واياكم حلقتنا مال اليوم بالصلاة على محمد وآلي محمد. اللهم صل على محمد وآلي محمد. قبل ما نبدأ الفيديو يا محفوظين السلامة إذا ما مشترك بالقناة اشترك وخلي لايك وخلي كوي الفيديو. صبحكم الله والخير. مطر خير من الله. أرد أسوي الحاضن مال الكتاكيت فوق حتى أنقلهم. قعدت على المطر سبحان الله. خلوني انقل الكتاكيت اللي عندي ولبهم بالحاضن مال السمان منانا الباكر على ما تهود المطره. والحجيه جابت لنا بيض مال وز جديد بعد ما عرفت كميه البيض اللي خربان. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله بسم الله بسم الله. جاي الصلاوات 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 الصلاوات. تعال تعال صلاوات الصلاوات الصلاوات صلوات 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 صلوات. اللهم صل على محمد وآل محمد. هاي الوزة ماتت اللي هو المعاق وهذا أفضل إليه لأنه يعني رجليه صارفتن تعبانة. أما هذا أخوه فهذا صح صح شوفوه ما شاء الله عليه. خلوني بس أصفي البيض وارجع. يا الله تفقيسات المطر. بسم الله ما شاء الله بسم الله ما شاء الله. تعال 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 للحاضن ماتي. تعال صفيت البيض همين وطلعت البيض اللي خربان. والله بيض خربان هواي يا ولد. مساكم الله بالخير. وهاي رجعتنا للمحميه بعد ما رجع الحجي من الزياره. اليوم انا كاظل الاسواق من الصبح الى حد هاي اللحظه بالـ9:30 ليلا. هسه اجينا شنو نريد نسوي؟ اريد نكمل خياط السيم. بالحلقه الفاتت صورت لكم خيطنا هذا هذا وهذا. وهنا انا اشتغلت خياط السيم اطبا واطلع اطب يعني خياط السيمه دخله واطلعه وهنا أنا اقفله. شوفوا هسه ربطته هنا بعدين شو اسوي؟ اعكفه من هنا يعني هيش اسوي على شكل رقم 8 بالعربي. النوب اطلعه بهذا الشكل. شوفوا النوبة أسحب صار خياط بهذا الشكل. ونفس الطريقة أمشي عليها كامل السيم هذا حد يوصل لهنا والنوب يقفل النوبة اشتغل بسيم ثاني وي 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 هكذا. حبايب القلب اكملت ريز كامل ربطته بالسيم فراح اروح انا ارتاح وان شاء الله احنا باشر الصبح راجعين للعمل مالها. هذا اللي كملته شوي متعب ليش؟ لان ايدين كلها فوق ايدين كلها فوق تخدر فبعدين شوي ارتاح والنوب ارجع. بس لما ينضاب شوفوا شلون يسمت يسمت السيم يصير وكانما قالب واحد. عرفت شلون؟ مطرت امس واليوم همين مطرتها شوي وتو هم من جينا بالطريق همين مطرت لكن محميه زين تنداس يعني لان هذا التراب اخوان تراب مال زرع مثل ما جاي يشوفونها تقريبا هي نظيفه لان المتابعين جاوا سووا هجمه هنا فنظفوها بالكامل. العمل القادم هو عمل تصفيه ارضيه بناء اعشاش صب الارضيه مال هذا الحديد حتى ان شاء الله بعد اطلق بها طيور. ارجع لكم ان شاء الله باكر الصبح
بشراء الحديدة حتى نكمل بها الباب ونقفلها بالكامل. حبايب هاي رجحتي من المحمية والعمل هناك. تعالوا أردجمع بيض السمان، صار يمكن اليوم ثالث أنا ما جامع البيض، فشفت خير من الله هنا بالقاع، فأظن وجبة قوية. أوف أوف أوف، هسه وجبتكم أدري 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 أنا، أنتم هم اطلبوني بلت بيض. اللهم صل على محمد وعلى محمد. شوفوا واحد هاي اثنين ثلاثة أربعة، والله من الساعة شفت هواي أنا ما أدري بعد. أوقف خلنا نجيب لكم أكل. لو يومه لو ثلاثة أيام صار لي ما جامع البيض أنا، لو يومه لو ثلاثة والله. هاي واحدة وهاي واحدة، سوى المفروض نجمع شكل يوم البيض أفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. اي هذا البيض، هذا البيض صلاه. شوفوا اخوان ذكور هواي طلعوا، وش قد ذكور ايش قد يغردون. بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله. الو كلها تغرد الوادن. تعال 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 تعال. شوفوا كتلها، كتلها مركبة هاي، مو كتل هاي، الذكور كلها تسوي لمسات يد فمدمينها. تعاي هنا حبايبنا المتابعين، اخو مورتن وتوفي قتل قتل بها الشغلة. ما عندي مكان هالمرة لفراخ السمان، وفقسوا بس خمسة مدي ستة. المهم هذا هو اخو مورتن وتوفي، شوفوه جبته وذبيته هنا، والكتاكيت همين مال الدجاج كلها شمرتها هنا لان مطر والسطح طين، فما لحقت انه اروح من فوق واسوي لهم الحاضن ذاك واجهزه. فان شاء الله بس خلي ينشف السطح وراح اصعد حتى نشتغله. يمكن قلوب محترق بالفقاسه. اي هذا المنانه هسه بدلته هذا القلوب. بسم الله الرحمن الرحيم. جيد طفيها. عندنا فحص بيض الوز اللي كان مشكوك بأمره اللي هو هذا. للأسف يا محفوظين سلامة، بيض الوز اللي شاك بي كله خربان، يعني شك مالي بمحله. ووحدة من الشادات هذني اللي كانوا سبعة همين منفجر. مشكلة بيض الوز، أولا لازم البيض نظيف، جاني البيض وصخ. ثانيا ما أعرف مدة الخزن مالته شقد، زائدا بهواي ما ملقح. هذا اللي شاك بي كله ما ملقح أصلا، مو خربان ما ملقح أصلا. ف من 25 بيضة، يعني كان 25 بيضة من 20 بس 6 حرامات. مرات واحد شي يقول، يقول هسه أنا هذا البيض ليش ذبيته بالفقاسة؟ هسه لو بايعة همين الوحدة بلف همين ولا هيش رايح ذابه بالزبالة. بيض الوز كبار أخوان، يعني يسوى إنه واحد ياكله. شوف ايش كبرها، بس هذا كله خربان. لكن الحمد لله وش الفقاسه تحتاج تنظيف من الدم ومن هذا كشور البيض و و و و الى اخره. ان شاء الله باشر لان هسه ما لحق، خلوني اخذ فره على كل الحيوانات قبل لا اجمع بيض. خلني اعطي ذول السمان. حبايب القلب، الحلقه اللي فاتت عرضت لكم وجبه مال سمان للبيع، فما حد راسلني عليهم، او اللي راسلوني مكانات بعيده فيردون توصيل. اخر مرة أصوركم ياهم، بالحلقة الجاية احتمال راح أبدي أذبحهم كلهم، يعني نستهلكهم إحنا إنا للمائدة. سمان كبار شوفوه حال للبياض، كل مرة أبيع لكم إياهم مخاليف اللي قاعد يأخذون، هالمرة حال للبياض. شوفوا الأحجام، تعال تعال حال للبياض. سعر الزوج 4000 يا محفوظين السلامة. وللي يريد للأكل عندي هنا ذكور هواي سمان وكبار همين أبيع من عندهم. بسم الله الرحمن الرحيم. هاي أول بيضة مال بطريق. بسم الله الرحمن الرحيم. شنو أخباركم؟ والله ذابين بيض خير من الله. ماكو 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 ماكو. هاي همين بيضة ونطلعتها. هاي الدجاجة طبعا مطر أمس. ماكو همين ماكو. دول اثنين. هاي هم بيضة مال بطريق. بطريق مشكلته شنو؟ يجي ويشمر، لأن هم أساسا خطية ما عندهم مكان يبيضون بيه. وعلى هذا الأساس يا محفوظين السلامة الفقاسة تنسد، وما راح نذبيها وجبة جديدة. خلي يكثر عندنا انتاج البيض وندخل وجبه قويه. امس اجيت هنا يا محفوظين السلامه تالي. يلا يا الله.
يا الله يا الله يا الله يا الله. قولي قولي قولي. ادري مو هيش مو هيش مو سريعه. امس اجيت حتى احط اكل، شلت هذا جاي احط اكل. اباوح القالكم الجولدن الابو الكبير اللي من انتاجي، مو الابو الكبير ابوه، لا اللي من انتاجي، لقيته هنا مخنشر، شلته حطيته هنا. قلت انا خاف بردان لو هاي، لانه لان شلت هذا فضاج من الاجواء ما عجبته. فالسوي قلت خلني اروح اجيب انا جلوب حتى اربطه. رحت جبت جلوب، هجيت لقيته ميت. هذا الجولدن اللي من انتاجي. عفا ها ها ها، شنو حاكين شنو حاكين. فللاسف هذا الطير من انتاجي ومحلق باسمي انطاكم عمره. الجولدن مزعج، اي الجولدن مزعج، قمت اكره ضوج من عنده. اذا شفته نزل جناحاته ولقيته خنشر اعتبره يوم ثاني مات الطير. هذا الجولدن، هذا الجولدن. ليش؟ لذلك يلقبونه كل المربين حول العالم يلقبون الجولدن بالطير المزاجي، ما له خلق، مكسور واسه، طب تلقاه خنشر. انت اقرا الفاتحه عليه ودع يعني، ما حتى ما يعطيك فرصه انه تجيب. ماكو 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 حبايب المتابعين. هنا الهاجرموات الامهات ثبتوا على 5 بيضات، والخمس وخمسه البيضات شادين الحمد لله. هنا كملتهم كل شيء اكل وماي، هسه سديت عليهم. حبايب القلب كملتهم اكل ورجعت عدت عليهم للمره الثانيه علاج القمل. ذول الطواويس وهمين هذول الكتاكيت لا يزال لقيت بيهم، بس لقيته ناعم كلش 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 ناعم. اخوان صبحكم الله بالخير يا محفوظين السلامه. هاي قعدتنا وقعدنا متاخرين لان صارت شغله ما هي بالحسبان، فقلنا اساسا ما نروح. فقعدنا قلنا خلي نروح نشتري الحديده اللي هي حديده الباب، بس هي نقصناها وبعدين نرجع، احتمال نرجع العصريه او احتمال راح نرجع بالليل حتى نكملها. فمتجهين له الحديد، نشتري الحديده وناخذها للمزرعه وبعدين نرجع لها. في اخذنا الحديده يا محفوظين السلامه مليم و80 يمكن قال و8 مليم و8، ف يعني ضخينا الحديده على مود، لان هذا باب فما نريد بعد نفس الشخاط اللي جبناه شويه ضعيف، فهاي شويه تصير يعني امتن. صار سعرها 18,000، فمتوكلين ان شاء الله على الله حتى يذبها لنا بالمزرعه، وراح نرجع لاهلنا العصر نرجع ناخذ اسمنت والنوبه هم نرجع نشتغل بالمزرعه. صبحكم الله بالخير. وهاي الشخاطه شوف السمك مالها هالمره، هالمره بيها سمك عكس هذا، لانه احنا قلنا هذا باب فيحتاج انه تضبيط اكثر. خلينا اشوفكم اياها بالنهار لان انا بعد ما شوفتكم اياها. هذا الباب اللي اشتغلناه الحلقه الفاتحه شوفتكم اياه بالليل، والبارحه شوفتكم اياه بالليل. هسه هاي هي دخوليه المحميه، شوفوا لي مثل ما انتم طلبتوا من عندي وقلتوا فرات سوي الباب قاطن، يعني دخلتين بيه على مود الطيور اللي تطلع وراك ما تطلع لما تدخل. طبعا انا ما صارت عندي هذا الشيء، لا والله صارت، بس صارت ويا الوالد لما نطير عندنا الفاخته الملكيه البيضة. لكن الحمد لله والشكر على كل. مثل ما جاي يشوفون هاي هي دخولية المحمية، مطر فشون اللي تصدى، لان هذا احنا ما صبغناه، اما البقية فكله مصبوغ. شوفوا كل شيء ما بيه. فعلى كل تجي تفتح هذا الباب وتوخر، والنوبة تدخل وتميل البردة اللي قلنا هي راح تصير نايلون ضخين. وهاي منه هم هيك شكل الباب بارتفاع مترين كلش كافي، لان هاي منها هم راح تنسد. وهذا هو شكله، وهذا السيم اللي اشتغلناه البارح ما يبين عندكم. انتم بس ايش ركزوا على الهدوء. انه مثلا هنا تقعد وبيها اصوات الطيور، الهدوء الهدوء جماعة الهدوء اللي يحبون الهدوء والقعدة هيك بس اصوات مال الطيور. ركزوا هنا انتم، هذا مكانكم الصحيح. خلوني 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 خلوني، ادري ادري ما قاعد احكي انا، ادري خلوني خلوني. غرد يا ولد غرد. ها شوف شوف هذا كناري. اللي بقى
هاي الفتحه اللي قلت لكم عليها الى حد هنا، ليش ما سويتوها فرات؟ قلنا نكمل الباب حتى نشتغل الزايد، ليش نروح نقص السيم ونخربه؟ هنا بقى ثمان قطع وزايدات، هناك بقت هذيك شوفوها بس هاي مفتوحه، وهناك بقت بس هذيك شوفوها هاي مفتوحه، وهنا بعد هذين مالات الباب، يعني هنا بعد وحده اثنين ثلاثه اربعه خمسه سته، ويزودا بعد عندنا اثنين راح نشتغل هنا وحده هنا ونشتغل على الزايد. ليش قلت لكم انه انا نشتغل على الزايد؟ وهنا شوفوا هاي الحدث الغريب، النخله طلعت طلع شوفوا حدث غريب، هسه حاليا هي داقه وين دقت بالسين، فلازم نفشكها وننزلها. هاي شوفوا الطلعه مالتها واحنا قصينا القلبه مالتها، بس هي طلعت طلع، فلازم افشكها وانزلها حتى ينزل الطلع مالها هيك اللي جوا على مود ما تاذي السيم. اخوي كان سابقا كاظ الاسواق، وهو يقعد بمكاني ومعوض مكاني بالاسواق، هسه هو حصل له شغله واشتغلها، فصار انه انا بالاسواق وبالمحميه، فالعمل راح يقل، لكن الحمد لله وشكر انه احنا خلصنا ووصلنا الى 90% من العمل. صب الارضيه هاي شوفها مال البلوك، صبها وكمل السيم وطير بها طيور، بس احنا ما راح نطير بها طيور لانه يعني نريد نكمل الارضيه وزراعه اشجارها حتى لا تكسر حركه هنا داخلها، على مود شنو الطيور تاخذ راحتها وتستقر وتتعود على هاي المحميه. فما اعرف ليه انت راح نرجع لكم، اهم شيء انه احنا جبنا الحديده حتى يكون عندنا عمل. فشو وقت راح نرجع ما اعرف، يا اما العصر يا اما بالليل. حكم شوفوا بعينكم، صبحكم الله بالخير. حكم شوفوا بعين. ما ميت هذا، بعده عايش. يعني هسه لو ما ملحق، طبعا هو صاحب الحسيون قال لي لحق بنغالي ميت، قلت انا بعت هي هاي العايزه، يعني حتى فروخ الجولدن يموت. سبحان الله اخوان، سبحان الله سبحان الله، يعني ما اعرف شنو اللي جاي يصير، والله غريب يا جماعه. والله ما ادري هيك، بس انا هاي من دون الوادم هيك والله ما ادري. هاي الطيور شوفوها بشرفكم، هاي طيور شكل مال طيور، كلها جناحاتها ذابتها لي ورا، كلها جناحاتها ذابتها لي ورا، يعني طيور كلها مخنشرة. ما 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 ماكو شيء غلط بالموضوع، لا اله الا الله. حبايب هسه منتظر ارام يجيني على مود انه بنروح نشتري الاسمنت. تعالوا الحج جم الزيار، تعالوا. هاي با زيار مقبولة، قبل الله. زرت من دعيت لنا؟ زريت من دعيت الكم ولادة أمير المؤمنين وسي شهادة سيدة زينب، سلام الله عليهم، ويسلمون عليك. متابعين هناك لقوك؟ اي والله من بغداد. الله يسلمهم. وانا اسلم عليك هواي. الله يسلمهم. من الناصرية. الله يسلمهم جميعا، دل على سلامتك. الله يسلمهم. بالتجين يا محفوظين السلامة، ناخذ ثلاث اكياس اسمنت. المتابعين راح يسودنوني. الاسمنت تريد تصبها انت، مو تقول ازرع انت، يا معودين يا معودين. الحديد عليه من قعدناه على البلوك، البلوك اللي قعدنا عليه الحديد نريد نصب. هذا اللي اقصدكم عليه نريد نصبه، ها شوفوا هذا البلوك اللي نريد نصبه. المتابعين مسودنين، فرات شلون نصب؟ يا صب المحميه، قلنا نصب المحميه، احنا قلنا نصب هذا الداخل، شلون نصبه؟ كلمة سميناها محمية طبيعية. طبعا الباب صار فتشي شباب، يعني فتشي، يعني والله احسه صار حلو. يا اشتغل
والله حصار بيح. لا مو قصد الاشتغالة، المنظر مو عالشغل. لا يعني الشغل مو لا ما جعش عالشغل، انا ما قلت الشغل، قلت المنظر مال الباب. منظر الباب يعني. ايه يعني منظر الباب فتشي شباب كلش يا الاشتغالة. لا حول ايش ماله هذا يا وليد، ايش بيها شباب؟ لايك واشتراك شباب، لايك 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 فرّا بالعكس بابا، فرّا بالعكس. شلون يعني؟ صار منه نازل، هواي نازل منه. ايه. ايه. هسه اشوى. بعد وراء رفع ترى منه. اي كله صح. يلا يا ولد هسه الباب هذا كمل حديد ماله صار ثقيل، يعني مو مثل هذا اللي اشتغلنا به، عرفت شلون؟ خلاص راح نحسب هسه لان صار الدنيا مغرب، اذا هاي نرجع بعد شوي بالليل ويه صب الحديد. يلا ولد متوكلين ان شاء الله نرجع لكم بعد شوي بالليل. راح نسوي السيم يعني نقفلها بالكامل، تصير جاهزه انه نطرح بها طيور. الكملنا على وقت، كملنا ما كملنا فالصب يؤجل الى باكر الصبح. قد عدنا يا رفاق، رجعنا وقلنا اليوم على وقت وطلعنا الساعه بالسبعة، تعشينا لقفنا العشاء قلنا الارام خلينا نقتلها اليوم كتل. طلعنا رحنا اشترينا رزات واشترينا قفل همين للباب من ابو الانشائيه، تونا وصلنا الباب المزرعه دقوا علينا قالوا عمكم تخربط، اللي هو عمي. طق السيارة ارجع للبيت جيب عمي ودي للمستشفى اقعد يمه شوية انه برجع عمي صار زين، رجع للبيت وهسه راجعين للمزرعة. صارت الساعة بالعشرة بس بيها صالح. خله حاشر ترى عادي، خله حاشر وذا حاشر. مو كل شيء حاشر، مو صحيح. جو نطق كوسره اعاده نطقه. كفو اسد بايب. كملنا الباب رزات وسيم، وهنا صارت عندنا زيادة شوفوا، فراح اقصها بالكوسرة. بالقلب كملنا هاي وكملنا هذيك، بقت هاي وبقت هذيك. هسه اريد اجرب كره اجيب لنا قطعه. والله تعال خليها انت، ما اظنها انا تقعد لان هذا احسه عريض.
ولك هاي تقعد. بالله مو من جوا لايحه. روح هيك قرار عافيه. ارام هاي تقعد هيجي. والله لا والله ايه ايه تقعد تقعد. بس منها ماكو شيء راح يكفى اخوان، فلذلك احنا قلنا نطقها بسيم. اتشي يا محفوظين السلامه كمل الباب والدعامات مالته. بسم الله. وين راح؟ شلون هاي نفتح النوب؟ شويه رفع الرايدله وينفتح. هنا شنو اللي صار؟ ما عندنا حديده تدخل هنا ولا فد شيء. اسد بيكون على الفرات بعد انت لازم تحط لك هنا وتقفل. شباب راح ندق السيم والربطه بهذا الشكل بحيث هو بعد يعني ما يطلع شيء منه. شوفوا منه انا خوب حشر حتى ما يحوس بعد. هذا الشكل وهذا هو شكل الباب. هيك صار. شوفوا مثل ما قلت لكم برده نايلون تجي من فوق وتقفل هنا تنام. او احتمال هاي البرده من المغناطيس شايفها؟ احتمال هاي فكرتنا ان شاء الله نجيبها. هذا كل شيء وصلناه وياكم بهاي الحلقه. ما اظن بعد نرجع وباكر هم لعبه العراق. هاي الفيديوهات وثقت كل لعبات العراق اللي صارت. بقت هاي وبقت هاي وهاي وهاي وبقت ذيك وبقت هذيك. ذيك اللي هناك هسه ايش قد عندنا بقى؟ قطعه ونص. وهاي وذيك البركن. بعد كم وحده عندنا؟ يا سقف. ها السقف بعد حتى لا. هاي ترى احنا عندنا بعد بكرتين. انا قاعد اقول لك ايش قد بقى ايش اسمه قطع. شلون ثلاثه؟ ثلاثه ها ثلاثه عدل. ايش قد اشتغلنا؟ واحد اثنين ثلاثه اربعه خمسه سته سبعه اي بعد ثلاثه صح. طيب مساكم الله بالخير. رجعت لكم. تونا خلصنا شغل بالمحميه مثل ما شفتوا. هسه رجعت هنا. علاج القمل انطيته لهم هناك. عندي واحد من الكتاكيت طبعا صاحي 100% ولكن بسبب العلاج توفى. لان هذا العلاج اخوان كلش كلش قوي لان ريحته قويه. هسه انا اريد ان اشيك. صار مرتين اخلي لهم العلاج. اريد اشيك وياكم. اعطيني مجال. هذا موجود. موجود. هذا. هذا القمل هذا شوفوه. اتوقع شفتوه وهو يتحرك همين ما نجح. والدكتور طبعا على تواصل وياي جزاه الله الف الف خير. من انطاني اياه قال لي فرات انا ما راح ابيع للناس اللي راح تشوف الفيديو لان لما ترجع لي خبر. فخابرته من الساعه قلت له دكتور خليته تقريب موجود القمل. فقال خلاص جزاك الله الف خير. شوفوا شباب خلنا نسولف لكم عن القمل وشني الشغلات اللي يسويها القمل. القمل اول شيء يسوي انه الطير ينحل لان حسب ما سولف الدكتور قال فرات القمل فتره الليل يهجم على الدجاجه. كل قملايه تكض لها صفحه بالدجاجه وظلت تمص بالدم. فلذلك لما نجي للدجاجه اللي بيها قمل بالليل نلقاها طايحه هيك ومنتهيه يعني متعد تدفعها هيك كل شيء ما بيها. فلذلك حركه ونشاط القمل تصير بالليل. القمل هو احد المسببات للتنفسيه ولنيوكاسل. ذاك يوم انا يم الدكتور بيوم اللي جبت العلاج اجى واحد جايب ديتش. قلت له دكتور ديتش كل شيء ما بي. قال فراس شوف خو كل شيء ما بي بس هذا بي قمل. قلت له والقمل هيك يسوي؟ قال اه هذا يظل يمتص الدم ماله فينحل الطير يدخل بحاله عصبيه هالقد ما يعني وجع وجع اخواني وجع يعني هو كلها جرجر دم 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 وقرص ودم قال فيدخل بحال عصبيه. فاستغرب قلت له دكتور شلون؟ اخوان ديك كل شيء ما بيه. المهم قال السبب هو القمل. فقلت له دكتور يعني شنو الحل؟ قال فرات راح نعطيك هذا العلاج جربه ما اشتغل خابرني. وجزاه الله الف خير. هو طبعا صار له يومين وياي وهو اللي يتصل الدكتور اللي اراجعه انا هو اللي يتصل فرات العلاج اشتغل روح شيك لي اياهن هسه. رحت شيكت قلت له دكتور بعد القمل موجود بس ناعم معقول انه فرخ؟ قال ممكن استخدمه خلي خلصن كلين وانطيني النتيجه. فجزاه الله خير همين هو متابع الموضوع وياي 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 على مود يطلع فد علاج يقضي لنا على هذا القمل. مشكله. واذا طق عندك طير واحد طير واحد بالطيور مالتك اصاب القطيع كله لان باليوم ما ادري ايش قد تبيض ويوم ثاني تلقاها مفقسه وانتشر بكل الطيور. لكن
انا هسه بس ادعالجهن وبعدين يعني ارد القى علاج. اقول لكم يابا هذا هو العلاج استخدموه للقمل. لسه ماكو اي بالنسبه لي انا هذا اللي توصلت له بعد لانه القمل اخذ دوره بالمزرعه. قلب بسم الله ما شاء الله هذا حصيله اليوم. شوفوا صلوات على محمد وآل محمد. واخيرا السمان بدا ينتج بطاقه خير من الله، لكن نسبه الذكور خير من الله. فمثل ما قلت لكم اخر فيديو للي يريد سمان للاكل موجوده هاي الذكور، وسعر الزوج 4000 دينار. هسه هم ذولي مخاليف، طبعا مخاليف بيضوا، هاي المخاليف اللي موجوده هنا هسه طلعت هاي البيضه من عندهم، همين معروضين يعني اناث وذكور، بس الذكور اللي موجودين هنا اللي يريدهم للاكل سعر الزوج 4000. اخر فيديو اسولف لكم بيه عنهم، اما بالنسبه للفيديو الجاي كل الذكور راح اذبحها واستهلكها الي للبيت. هنا يا محفوظين السلامه بديت ما اخلي اي كهرباء داخل المحميه واطفيها، يعني ابدا ما اشغل، عرفت انا ما اريد احكي بصوت عالي ولا اريد ادن لان الفلاش يخوفن، فاريدهن يعيشن جو طبيعي بالليل ينامن بالنهار يقعدن، عرفت شلون؟ فهسه بعد ان تركت المحميه راح اخليها على وضعها الطبيعي. بسم الله الرحمن الرحيم. تركتي والله دجاجه خشنه هاي يا اخوان، احتمال اكركها وحتى شكلها مطيعه. هذا اثنين. اشوفكم اخو مورتن وتوفي. بسم الله ما شاء الله عليك. تعال بط 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 بط. طبعا راح يصير اليف اكثر من مورتن وتوفي من دامه وحده، فانا انتظر بس شويه شويه يتعلم اكل وشرب راح ابدي النوبه اعوده عليه. فهسه شويه لانه وقت ضيق يعني، هسه هو قام يتعلم ياكل ويشرب وحده. شوفوه بسم الله ما شاء الله عليك. بط 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 بط. لازم ينسح. انا يا محفوظين السلامه نكون وصلنا وياكم الى نهايه حلقتنا مال اليوم. لا تنسون والدينا من الدعاء، ولا تنسون ان الله يكفينا شر بني ادم. اودعناكم.